ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تعبئة 360 ألفا من جنود الاحتياط. وفي ذات السياق قال سلاح الجو الإسرائيلي إنه أرسل طائرات إلى أوروبا لإعادة مئات الإسرائيليين من هناك ليؤدوا الخدمة العسكرية كجنود احتياط خلال الحرب الدائرة في غزة منذ مطلع الأسبوع. وكتب سلاح الجو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول فيه إن طائراته من طراز هيراكلز شاركت في الجسر الجوي الطارئ، ولم يوضح من أي مكان في أوروبا جاء جنود الاحتياط.